السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نوثق لهذه اللحظات الطبيعية حيث يقوم طائر أبي قردان بالتقاط الأفات من الأرض الزراعية. نوثق لهذه اللحظات الطبيعية. طائر أبي قردان يعيش بيننا كأنه في محمية طبيعية، وهو صديق مخلص للفلاح وصديق للبيئة، حيث ينظف الأرض الزراعية وينظف البيئة من أي آفات. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. وثقنا هذه اللحظات الطبيعية. وهذه طيور أبي قردان كما ذكرنا تعيش بيننا وكأنها في محمية طبيعية. وثقنا لهذه اللحظات الطبيعية التي تسجلها الكاميرا، ويقال ربما صورة خير من ألف كلمة.